السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في حلقة جديدة اليوم، كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. اليوم أحبائي الأعزاء بنقدم لكم شي طرق منزلية باش تخلصوا من الروائح اللي تتكون عندنا في البيت ديالنا، بواحد المنتوج غير تنتخلصوا منه. دائما فاش كنشربوا القهوة كيبقى هاد التخت ديالها، يعني التفل ديال القهوة. انا شخصيا كنستعملو في الثلاجة، وكنستعملو في التواليت، وكنستعملو حتى بالنسبة للسطل ديال لابوبيل، يعني السطل ديال الأزبال، عفوا على هاد الكلمة. الطريقة ديال الاستعمال ديالو سهلة، اللي بغى يتخلص من الرائحة ديال الثلاجة ممكن ياخد تفل ديال القهوة ويديرو شي زلافة بحال هكا ولا طبيصيل ويحطو داخل الثلاجة. فاش غادي تفتحوا وتسدوا الثلاجه غادي تبداو تشموا فيها الريحه ديال القهوه، لان الريحه ديالها ديال لان القهوه مضاده للاكسده، بحالها بحال الشكل ديال الفاخر اللي كنديروا في الثلاجه. الا ما بغيتوش ديروا الفاخر، ممكن فاش تعمروا القهوه ويبقى لكم هاد التفل ديالها ديروه في طبيصيل وتحطوه في الثلاجه، غادي تخلصوا نهائيا من دوك الروائح تاع الثلاجه. اما بالنسبه للسطل ديال لابوبيل، الا غسلتوه احبائي الاعزاء السطل مزيان فاش تغسلوه، وغادي تنشفوا السطل تقلبوه حتى تينشف، ومن بعد تلوحوا فيه ترشوه بواحد شويه تاع التفل ديال القهوه، ومن بعد تديروا البلاستيكه اللي كديروا فيها لابوبيل يعني الازبال. وفاش غداو تسدوه وتحلوه، يعني ما غاديش تبداو تشموا رائحه الازبال، غداو تشموا ريحه القهوه، زعما ريحه زوينه بزاف. وغتبداو تكرروا هذه العمليه فين ما غسلتوا السطل، تنشفوه وتلوحوا فيه التفل تاع القهوه عاد باش ديروا البلاستيكه. هذه الطريقه هذه كنستعملها شخصيا. وبالنسبه للطواليت، يعني فاش تغسلوا الطواليت ديالكم وشيت لكم هذا التفل هذا، ممكن تخليه في الطواليت، يعني تكبوه في الطواليت وتخليه واحد المده، هذيك الرائحه ديال الزفوريه اللي تتكون في الطواليت كامله غادي تحيد باذن الله. ولا بغيتو الدوش ديالكم حتى هو تكون فيه رائحه القهوه، تخليو هاد القهوه ديروها في شي كويس صغير وتحطوها في شي مكان في الدوش عندكم، غادي تبقاو دائما تشموا ريحه القهوه اللي هي منعشه. يعني غير كتشم ريحه القهوه كتولي عندك واحد الاحساس ديال الانتعاش. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء ان هاد الفكره هادي واخا بسيطه المفعول ديالها مجرب شخصيا، يعني زوينه بزاف. ونتمنى منكم ايضا انكم تجربوها وما بقاش تخلصوا من التفل ديال القهوه، يعني التخت ديال القهوه. ونتمنى منكم ايضا احبائي الاعزاء انكم تزيدوا تدعموني، ونتمنى ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. واللي باقي ما مشجعش عندي في القناه ممكن يتسجل ويشجعني بلايك باش دائما يوصلوا جديد، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.